خاص. ودائما نحن نتحدث عن الصباح، بنفتح نوافذ الصباح على كل المرتبط بالصباح بشكل خاص. ولما نتحدث عن المرتبط بالصباح بنتحدث عن قهوة الصباح، عن حكاية الصباح، عن جرائد الصباح، يعني أشياء مختلفة يمكن هي مرتبطة بالصباح. وتبقى الرياضة أيضا والصحة هي من أهم ما يمكن أن نربطه بالصباح. رياضات مختلفة يعني يحرص عليها مجموعة من الأفراد، ولكن نحن بتمنى دائما إنه الناس يكون حريصة على الصحة في أنواع مختلفة. خلونا نمشي صالة جيم. هنتكلم اليوم عن تمارين الأرجل وطريقة اللحمة بتاعتها، كيف إن إحنا نتفادى الإصابة في تمارين الأرجل والاستطالة. إن شاء الله هنكون الليلة في التطبيق بالعملي، إن شاء الله هنشرح كل تمرين، الفوائد بتاعته، كيف الطريقة بتاعت الأداء بتاعته. كل تمرين واحد هنبدأ بالأرجل الأمامي، هنتكلم عنه، والخلفي والبار السميث والمكبس. إن شاء الله هنشرح كل واحد بيضرب في هذه الزاوية بالتفاصيل إن شاء الله. كانت فقرة صالة الجيم، وفترة من الفترات الجيم يا تيسير كان نوع من الترف بمعنى صح، يعني بالنسبة للناس باعتبار انه ما يعادل 130 دولار عشان تمشي تسجل في جيم لمدة 3 شهور، واذا واصلت ال3 شهور بتكون ما قصرت يعني بصراحة في الموضوع ده. لكن عندنا طبيعة هي ممكن تتحول لصالة جيم بالمناسبة، يعني جو الليلة مثلا بتاع الصباح الناس كان ممكن يوظفوه في المشي، لكن طبعا هو يوم عمل يعني بطبيعه الحال يعني. لا، وهو حاليا يعني فعلا ممكن كثير من الناس يعتقدوا انه الرياضه شيء من الطرف، لانه زي ما قلت بيربطوها بالجيم ولازم تكون موجود في الجيم وغيره. لكن هي الرياضه يعني الحركات الرياضيه ممكن هي تتمارس في اي مكان، حتى لو كان حول البيت يعني، وحتى في اطار العمل. يعني انت ممكن تخصص مثلا نص ساعه او ساعه قبل العمل او يوم العمل في انه انت تكون بتعمل رياضه، فالفهم في الثقافه اكثر من انه هو ربطه بالجيم او المكان. في انه بتكفيك شر امراض كثيره خلاص بالمناسبه، يعني الناس الدايبيتيك، الناس السكري بالتحديد، الشحوم الزايده، يعني المهم هي بتوقي الناس شر امراض كثيره جدا، ما بتكلف الزول حاجه، يعني يوم 2 كيلو او يوم كيلو واحد مثلا، رغم انه جونا ما مساعد، الشمس شويه صعبه. لا، قبل الشمس الشارع ذاته ما مغري للمشي، مرات عندنا شوارع كده ما مغريه للمشي صراحه يعني. ايوه، لكن برضه نحن عايزين نحفز الناس في انه هم لازم ونحفز الدوله ذاتها، المفروض تحفز معها الناس انه نتمشى الصباح ونتغير وكده. بالضبط.